مكتب الشكاوي بيتعاون في أولا أنه يكون متواجد في هذه المناطق وداخل الجمعيات الأهلية الشريكة في هذا المشروع محامي أو محامية. بنقدر أيضا نؤثر على شركائنا زي وزارة الداخلية في الأماكن اللي ما فيهاش نقطة شرطة أو اسم بوليس، إن هم فعلا يمدوا هذه المنطقة بقسم الشرطة عشان تقدر الستات إن هي تبلغ أو تشتكي من أي شكوى خاصة بالعنف في هذه المراكز. CARE is mainly responsible in the goal of enhancing the capacities of rights holders to prevent and respond to violence against women and girls in public spaces. So far, we have built the capacities of 3 local organizations in every area we're working in, based on a capacity building plan that was developed in the beginning of the project. We are promoting the idea of having a volunteer unit in every NGO. So we have more than 80 volunteers now working with us. أنا اسمي مارينا. لسه بدرس في كلية أداب وباجي هنا مع سيف أورجنايزيشن. إحنا جايين نعلم الأطفال، نديهم توعية عن التحرش الجنسي للأطفال، ويهمنا قوي إن هما يوصل لهم إن هما لازم يقولوا لأ ويبلغوا وإن هما ما يسكتوش عشان هما غاليين قوي. النشاط بيختلف من سن لسن. بالنسبة للكبار بنلجأ أكتر إن هما يطلعوا كل حاجة جواهم من قصص أو من حاجات هما يحبوا يتكلموا عنها. بالنسبة للأطفال بنلجأ أكتر للعب بالأغاني. بنعمل ده برضو مع الكبار، بس الكبار بتبقى جدية أكتر، فكرة إنه إحنا محتاجينهم يتكلموا ويطلعوا كل حاجة جواهم ومشاعرهم عن كذا حاجة، عن الغلو وإن هما يقولوا لأ وإن هما ليهم حدود بتاعتهم جسمهم بتاعهم. من خلال طبعا ممارسة ألعاب ورسومات وغنى وأنشطة كتير بتتم، وبنسيب الطفل يعبر عن نفسه علشان خاطر نفهم هو شايف القضية من وجهة نظره ازاي أو هو ايه مفهومه عنها، وبنفضل طول الوقت بناخد فيدباك عن هما وصلوا لحد ايه بعد النشاط ده. مش من حق